صمتينا مدينة الهوى وبلاد الرياس. عرفت هاد اللقطات على الناس في الشارع؟ قلت نشوف إذا يعرفوا اسم المدينة أم لا. هادي قسنطينة. قسنطينة هادي حبيبي. هاديك قسنطينة. قسنطينة سوبر سوكا. قسنطينة هي. الكل قال أنها مدينة قسنطينة في الجزائر، لكن ماذا نقول لك أنها ليست كذلك؟ إسبانيا أكاشنا. صح. ناي بارد. تشبهها. نعرف إذا كنت. ناي بارد. الله تشبهها أنها تسمى بزاف كما أقول. أنا الآن بين أحضان الأندلس بالضبط في المدينة اللي زاد فيها عباس بن فرناس. المدينة اللي أنا فيها اسمها روندا في إسبانيا، يقال عليها أنها المدينة التوأم تاع قسنطينة في الجزائر. أروح نشوفوا مع بعض تفاصيلها وتاريخها وماذا يوجد فيها. ممكن نشوفوا ومن الأجمل هذا اللي خلفي بلازا دي تورو، الحلبة اللي تسعروا فيها الثيران، ومتاني عندهم الصوابط بزركات يبيعوا القش، يبيعوا الجلد هنا. البيوت الأندلسية في الماضي دائما يتغنوا بحيوان وعينوه مالك للجمال. راح ندخلوا الآن داخل لامينا، هذا مكان راح تكتشفوا فيه واحد السر. شوفوا معايا هذه المدينة سكنتها تحت الصخور. كملوا الفيديو الأخير خلينا نكتشفوا روندا. هذه المرة اللي مديرش اللايك ويفعل الجرس راح يتحوسني. أنا قلت لكم خلينا نبدأ المغامرة. وصلنا لمدينة إشبيليا إسبانيا. شوفوا معايا محطة الحافلات تاعهم كيفاش مداير. حافلات يجيو منا ومنا، وهذه ساعة الساعة 12 راح. الجو مانيفيكوس رائع، ما هي سخانة ما هو برد. اوكي شوف استاسيون برادو سان سيباستيان، مستعملين اللون البرتقالي ولا اصفر وابيض. اوكي شوف انا دخلنا هنايا، هذه هنا يشريو التيكت. شوف اللوحات اللي فيها. شوف المنازل انفورماسيون. اوكي شوف فوق شراسمين ومن الخروج. يلا نخرج. اوكي من اين سنبدا اصدقائي؟ لا ادري. اول حاجه غريبه ما هي في رايك؟ اشجار النارنج. انا لسه معروف اشجار النارنج. بعد خروج المحطه بقيت صديقي في انتظار. عملنا لفه خفيفه في اشبيليا وانطلقنا مباشره الى روندا. ما طولتش بزاف في اشبيليا، انطلقت مع اخويا ياسين جزائري مقيم هنا في الاندلس. رانا رايحين لواحد المدينه شحال وانا حاب نمشي لها، توأم تاع مدينه قسنطينه. كل مدينه في العالم لما تكون مدينه تشبهها يقولوا عليها التوأم توين. فرانا رايحين لها اسمها روندا. والحاجه اللي فاجاتني في الطريق تضاريس، دور على اليسار اشجار جبال اشجار زيتون، دور على اليمين مزارع فيها الحصاد فيها القمح السبوله. شوف رانا فوق جسر الان، شوف هذه الجهه كيفاش مليانه خضر. متعه بصريه يعني، وانت تمشي في الاندلس في فصل الربيع راح تستمتع. مليح انك تكري سياره باش تقدر توقف في اي لحظه تحب. هذا زرع بين وبين نص طياب. الطريق ما كانش طويله بزاف، لهذا ما طولناش حتى وصلنا الى روندا. انا عبر الجسر الرئيسي تاع مدينه روندا. شوف منين يبدا، يبدا من هنايا. فيه زوج طرق، واحده تدي واحده تجيب. شوفوا المنظر. اولي حتى هو فيه واد من تحت يجري. وفيه منا اثار ومنا فيه شرفات ايضا. واي جميل جدا قوي، وفيه مسار يمشيوا عليه الناس. هذا هنا اللي رانا فوقه اسمه بوينتي نويفو، يعني الجسر الجديد. الجسر الجديد هذا اسس سنه 1715. من بين المفارقات اللي فيها انه في الاسفل موجود سجن، سجن قديم كانت من بين العقوبات التي تنال المسجونين انهم يرموا من الحافه الى اسفل الواد. يعني يقفزوا كل هذا الارتفاع لما يسقطوا يجوا على الحجاره الصخور. في عهد الاندلس كان يلقب المسلمون هذه المدينه بروندا، وكانت واحده من اقدم المدن الاسبانيه، وكان جزء يتجزا من الحضاره الاندلسيه الاسلاميه في اسبانيا، وكان لها تاريخ مهم في حضاره الاندلس. حاليا تنتمي تحت اقليم اشبيليا. شوفوا معايا الشلال. الله غير مليح قفزه منا تجي فيه مباشره. خلينا نشوفوا الجهه الثانيه المنظر تاعها كيفاش. منا يبان الجسر افضل. شوف اولي كاين مقاهي تحت، فيه بلكونه. شوف الخضار، حتى هما عندهم الحمام. تصمنيش نشوف الغراب، بلا الغراب ما درنا والو. شلال ايضا منه، مياه تجري نظيفه وعذبه. اسمه واد اللبن هذا. واد اللبن بالاسبانيوليه كيف؟ واد لابين. واد لابين زهر كلمات هنا في الاندلس عربيه، يحولوها بالاسبانيه تبانش عليها. مثل بلد الوليد، بلد وليد هكا. بلد وليد. اشبيليا، سيفيا. حتى هذه الجهه فيها بعض الجسور الصغيره. فيها هذاك الجسر راهو هيك. منازل مطلة. مازالت هذه المنازل محافظة على طلائها الخارجي الأبيض، واللي يعتبر من سمات شائعة في المدن الأندلسية.
في مستغلها الغار التجاري لتصبح فنادق وأربيانبي للكراء، منها مطاعم استغلوها الناس استمتاع بإطلالتها الساحرة. نفس ستايل تاع قسنطينة، كوبي بيست نفسها. هنا كاينه ساحة كبيرة، ساحة تاع روندا، مع المنظر اللي كاين، كاين هذا السخور، شوف كيفاش مبنية، أشجار، أوراقها خضراء، المروج. يا الله ما هذا الجمال، شوف الصخرة هذه كيفاش حادة، شارب. أوه، نظنها ماهيش صلبة بزاف ولا صلبة؟ صلبة صلصال. شوف عاملين هنايا بلكونات طلوا منها، عندهم نهر يجري من هنا، حتى هما عندهم مسبح. فهمت علاه حنا كي نخرجوا مزيان نبقاو نحكيو عليها. داك فندق من تحت. أيوا. منا تروح الجيجل، منا تروح عين سمارة، عاش الطابة تاعهم. هذا الفيديو ما يفهموش الناس بزاف إلا سكان قسنطينة ومجاورة. اسم هذه الحديقة هيمينغوي، جاي في الوسط. مكان تاع مدينة روندا بين مالاغا وإشبيليا، يعني في الوسط، في الهضاب والجبال تاعها، تلقاو مدينة روندا واقفة فوق هذا المنحدر الصخري. واحد 120 من مالاغا، واحد 130 من سيفيا، ساعة ونص تاع الطريق. إذا كنتوا تحبسوا تاخذوا فيها ساعتين. هذه أنواع الطيور اللي موجودة هنايا، أو الزاوش، سميه كوريون شيلون روك سبارو. عندهم هذا زرزور، الحمام، البومة، هذا الصقر، الطايفة. منظر لا يشبع منه. شوف. أوه. ما شاء الله. هاد اللي خلفي بلازا دي طورو، حلبة اللي تعرف فيها ثيران، عاملين ليه مجسم تاع ثور، قرونو كبار وضخم. جاي في وسط المدينة، شوف الأرضية كيفاش عاملة. إسبان عندهم مصارعة الثيران رياضة رقم واحد في الماضي، لا كرة قدم ولا شيء. في كل مدينة في الأندلس تقريبا تلقى حلبة مثل هذه. هذا الصورة تاع شخص جد مهم في الهوية الأندلسية اسمه بلاس إنسانتي، كيفاش قصته يا تور؟ بلاس إنسانتي هو مؤسس الهوية الأندلسية، هو شخص درس تاريخ الأندلسي ورأى أن الأمة الأندلسية مختلفة تماما عن الأمة الإسبانية وأن تاريخها مظلوم ومهضوم، ولهذا أسس ما يعرف بالهوية الأندلسية التي تدعو للانتماء الأندلسي لغة وتاريخا وهوية، وخلق علم أندلسي خاص به يحتفلوا به سنويا، وخلق الهوية الأندلسية للآن الشعب الأندلسي المقيم في هذه المنطقة يحتفل بها ويحتفي بها. قسنطينة تحب الموسيقى. أوه شوفوا معايا، شفت منظر جديد هنا يا. واحد زوج ثلاثة. يو. أنا متأكد أن كل شخص فيكم زار قسنطينة من قبل، حاليا راه يقارن كل صخرة وبناية، حتى هذه المنازل الرايبة يوجد منها الكثير، الخضار في فصل الربيع. شوفوا معي هذا الشارع الجميل، في مطعم، فندق أوتيل بلازا دي تورو، ده فندق مقابل هذيك الحلبة تاع التور. سابور ا إسبانيا. وش معناها سابور ا إسبانيا؟ ذوق إسبانيا. إيه سافور سافور. بارادور دي توريزمو دي روندا. هذا نظل هنا مبنى سياحة تحم. شوفوا معي هذا المنزل، الشرفة تاعو كيفاش مدير. هذا ستايل عربي لا؟ كما في جدة. منا ستايل فرنسي. هما تاني عندهم صوابط بزركات يبيعوا القش. هاي يبيعوا الجلد هنا. واحد الجلد يا واحد. وين؟ اخويا. لاباس اخي. لاباس عليك. صح لاباس. ها انا يبيعوا لي السفنير. روندا. شو هما؟ قواس تحم ماهمش مقوسين. كل عائلة نبيلة هنا في الأندلس عندها اللوغو تاعها، السيمبول تاعها، الهوية تاعها. هاد الساعة سمعوا على اسم شخص معروف عنده قصيدة. قصيدة تاعو تقول: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. اسمه أبو البقاء الرندي. هذه هنا مئذنة، آخر مئذنة متبقية في مدينة روندا. هذه الكنيسة متبقي منها مئذنة، استعملت مئذنة مسجد قديم، وتعتبر أقدم مئذنة من العصر النصري تحديدا في مدينة روندا، وزالت محافظة على شكلها كما هو. يعني المئذنة تاع مسجد وهذه منها كنيسة. نشوفوها من الداخل. هلو اوبن سي سي اوكي اوكي ثانك يو شكرا. عنده يبيع الرز، يبيع الرسومات. ليوناردو دافينشي جو. ها جو ليوناردو دافينشي اميغو. تا دافينشي ليوناردو دافينشي جو. تا ليوناردو اميغو 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 سا انت وصاحبه اميغو. انت اون راي اون راي دون راينا تبولا نتيا دلا راينا الراي بولو ولا ريكلياسيون دلا راينا الكوال بولا راي بولو حتى للسيلو. قال لكم التنفس من الهواء تاع الملكه، هذا الملك طار في السماء. السماء الهواء تاعها فقط. بصح علاش قال لي انا صاحب ليوناردو دافينشي هكا؟ دافينشي. كلا ديتشوتو كيريس لاميو دي. ليوناردو دافينشي، تي كونتيش اليوم تاع الكود براك الكوركو. في وقت اوقات طار وراح معاه. ركب معاه في الطياره. صح. ارتيست. اه
يا عرب ما انت طبيعي عربي 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 ايه ليس عربي ولي هنبي الخيريه 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 هكا الخيريه الخيريه كابيتال الخير الخير سي الخير سومو دي كونستانتينا كونستانتينا الروندا توأم الروندا اس لا خيميلا دي كونستانتينا ميرا ميرا شوف كونستانتينا روندا هذه بس 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 شوف 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 بس مينا لا تبي تبي كومو الروندا ها شوف ها جيسر ها ميرا البوينتي ترى في كريستيانو 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 ها كاثوليكو ها مال مسلماني شوف شوف مسلمان كاثوليكو شوف ماما ماما بوينو ها ها هذوم شعارات تاع كل منزل شوف هذه ثاني ايه اسبانيوليه هذه شوف هنا يعني اوه كراسي قديمه هذا مكتوبه برشلونه عنده ثريه عنده كلش جود جود مش عارف منها طلع المسجد فوق ها هذا عنده كنوز تاع الاندلس كامل ها هذه طلع الفوق هذا في الماضي كان مسجد بعدها اصبح كنيسه والان اصبح محل شوف ها تروش كيفاش ها الخزانه هذه قديمه فيها التفاصيل اوكي اوكي جود هاي غراسيا اميغو السلام عليكم مع هاد الحر لازمنا نتبردوا شمال الماء كيفاش صافي خرج من هاد العين الماء برد معلومه باش تجي الاندلس ما لازمش تجي في الصيف لانها سخانه تحرق البيك وين يكونوا الناس بزاف هي افريل بمعنى اذا ماكش حاب الناس سبتمبر اذا تحب الناس روح في افريل والله ماي قال لك اكثر وقت يكونوا فيه الاحتفالات الدينيه تحت تاع المسيح في ماي معناها راح يكونوا ناس بزاف اوروبيين هنا لا مسيحيين فما تلقاش بلاصه لا في المبيت لا في المتحوس الان دخلنا وسط قصر اسمه لامينا البيوت الاندلسيه في الماضي دائما يتغنوا بحيوان وعينوه ملك للجمال في رايك ما هو هذا الحيوان اسمعوا صوت هنا طاووس أصدقائي هذا الذكر شوفوا معي كيفاش فتح جنحيه بطريقة جميلة جدا وهذو اللي فوق إناث فكر دايما ما يكون الأجمل ألوانه زاهي زرقاء وخضراء جميل شو الأنثى كيف الفوق هو حاط رجليه في الأرض تلقوا صورته في الأندلس كلها في البيبان في الألبسة شوف كيفاش ينفض الريش تاعه واو شكله جدا غريب صوته يدير مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فخالف سيرك المعوج واعدل فإنا إن عدلت معدلوه أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه في رأيك من ماذا من يجي في مدينة صخرية مثل هذه الواد تاعها جاي في الأسفل فاش يقدر يطلع الفوق رانا هابطين دروج في هذا المدخل مش كاين هنا ياسين دوك نشوفو كنز فعلا هو كنز ايوه تقاسموه نشوف هنا واش كاين هاك تشوف لداخل واش كاين دروج هادو دروج سريه اللي تطلع لفوق انا نقول لكم نحطوهم لتحت قال لي ياسين باللي راح ننزلوا لتحت 3000 درجه فقط 3000 نزول 3000 صعود كان مصعد صعود كان مصعد في الفحل. ان شاء الله ان شاء الله راح ندخلوا الان داخل لامينا هذا مكان راح تكتشفوا فيه واحد السر شوف النواه تاع على واش طل ننزلوا درجه بدرجه كل شيء سخري عاملين فيه هذه الحديده هنا باش تحط يدك كاين الماء هنايا عندها كاين حتى الطحالب في الحيط الماء شوف مكتوب هنا روندا عام 1485 واو بالزبط. قبل 1485 قبل 1485 سقطت روندا الجنود دخلوا من هذه البلاد اوكي بدي برد هذا المكان خبيب هذا حفروه الاثار المسيحيين لما كانوا هنا لما كانت روندا تحت الحكم الاسلامي وتخليد الاحساس المسيحي تاعهم الغبن اللي كانوا يعيشوه كاثار كانوا يقوموا بنحت الصلبان في الجدران فهذه خارطه الصلبان الموجوده حني كانوا اسرى هنايا كانوا اسرى لهنا في كل المدن سواء عند المسيحيين او عند المسلمين كانت اسرى من الجهه القابله وكانوا يستعملوه في الاعمال الشاقه واو شوف قطرات الماء كيفاش تنزل هنا الارض مبلوله ما زال ننزلوا ياسين مازال احنا في البدايه نخرجوا قسنطينه هكا شوف 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 احنا الان داخلين في وسط لامينا غار ينزل من القصر الفوق لتحت المخبأ سري كل هذا موجود في لاكازا ديل مورو اسواس نجده اي خلات شو كاين ثقوبات الفوق ومن هنا ايضا والجو اصبح اكثر برد على بالكم رانا في كهف ولا مغاره شوف ما كينزل هنا كيفاش ترصبت هاد الطبقه الكلسيه
صبعات بيضاء، وهذا عبارة عن بسان ولا خزان يخزنوا فيه الماء قدر يطلع حتى هذا المستوى. ولكن هذا الخزان الأول فقط، شوفوا معي الخارطة هنا، احنا رانا هنا كاين خزان ثاني وكاين خزان ثالث. المدينة كلها كانت في حالة الحصار، هذا هو المكان اللي تجذب منه الماء، يعني مورد الماء المدينة في حالة الحصار هو الوادي، فكان هذا المكان استراتيجي، لازم يكون هناك حرس وقاعة حرس. هذه قاعة الحرس اللي كنا فيها يحرسوا المكان، بإمكانك تشوف من هنا من النافذة كيف كان إطلالة الماء. واو، تخيلوني أنا واحد من الحرس، ها الإطلالة تاعي واش نشوف من تحت؟ شوف الوادي مياهه صافية صافية تشرب منها مباشرة، تحتاج تصفي. شوفوا من المنظر أيضا، انا وسط الصخور، انت تخيل روحي كنت جندي من هذاك الزمان جالس هنايا وسلاح في يدي. هذا هو الواد اللي كان المصدر يطلع الماء للفوق، لكن كيف الطريق؟ اروح نفهمك. انا الان في قاعه الحراسه، مي كانوا يقعدوا الجنود ويحرسوا. ماذا يحرسوا؟ يحرسوا الانابيب اللي تطلع المياه. عن طريق ماذا؟ عن طريق ناعوره. هاد ناعوره كانت الاداه الوحيده اللي يقدروا يطلعوا بها الماء، ما كان ولا واحد عنده هاد المعلومه. لما كان الحصار هنايا كانوا الجنود يتخبوا في هاد القاعه حتى يحرسوها. شوف كيفاش دايرين بها الجبال من هنا من هنا، يعني ولا واحد يعرف انه في احتماليه يقدر يكون هنا انبوب يطلع المياه للقصر. لكن مش فقط كان يطلع القصر، الكامل المدينه. المسيحيين لما هجموا على المدينه حبوا يقضوا عليها، كانوا يستفسروا كيفاش كاين الماء هنا، كيفاش يقدروا يعيشوا. فبفعله بياع وصل لهم الهضره انه كاين هنا قاعه مربوطه بناعوره تطلع المياه للقصر ومن القصر للمدينه، فكانت هذه هي الاداه الرئيسيه والمفتاح يوقفوا عليهم الماء ويقتلوهم بالشر. كانت فتره تاع صيف جافه، اي مكان نروح ليه لازم نجرب اكلهم المحلي. أروح ونعرفكم طبق تقليدي صنع في قرطبة، هذا اسمه سالموريخو اللي معناها سالموريخو. سالموريخو قالك ما عندوش معنى، كولو كولو دوك تفهم المعنى تاعه. المعنى تاعه مخبي الداخل. شو وش فيه؟ فيه طماطم فلفل خبز، هذا خبز وثوم، خبز وثوم وطماطم ويرحيو مع بعضها. انا نحكي على هذه اللي هنايا وبيضة. بسم الله جربوه. اوه بنين بصح غريب، بنين شوربه بارده، احنا مش من موالفين على اكل الشوربه البارده. يو غريب. ايه مع الفلفل كاين واحد اخرى، جربوا مع البيضه هذه، زيت زيتون. الله الله شو نورمال قوه. شو هذا، مقبلات ولا بلا؟ ياكلوا في الصيف، ياكلوا في الصيف، في الصيف ممكن ياكل وحده اصلا في الصيف. هو سالموريخو لازم تجربوه كي تجيو لاسبانيا. مش عارف الا تلقاو برشلونه دوك جوه، لكن في الاندلس تلقاوه. الطيحه تاع السي فود في اسبانيا جماعه الخير، طبق مشكشك في اسبانيا، فيه الجمبري البيض نص طياب، ومن تحت كاين بطاطا كوشة ولا صوص. هذا الاحمر مانيش عارف وش هو، حمار حار ما بابريكا؟ لا مش حار، ايه بابريكا. وهذه هنا مثوب مايونيز بالثوم. ايوا بسم الله. حسني شغل رانا في قسنطينه، هذيك القاله تاع الصيف كيما نلقاوش نديروا نروح نضربوا فيها خلطه هكا، وهذه روح شري الحوت وهذه شري بطاطا يخلطها مع بعضها. قوه قوه بنينه بزاف، بطاطا مع البيض مع جمبري مش نورمال. طبق ثالث فريتوره، فريتوره سمك مقلي مشهور جدا في منطقه الاندلس، السمك المقلي. شو الحبه تاع الجمبري؟ هذا سفنج؟ لا مش سفنج، هذا هذا ادوبي. ادوبي افتر افكت تونه. هذا ديل ميرلون، ميرلون مرلون العربية ما نعرفش اسمها. هذا سردين، صغير سردين صح. وهذا كالامار ديروا شويه مع صوص تشوبيتوس، اسمه تشوبيتوس. ياكل مباشرة. بعد ما كملنا الاكل قبل غروب الشمس توجهنا لمدينة اخرى غريبة اسمها سيتينيل. شوفوا معايا هاد المدينة سكنتها تحت الصخور، كيفاش بناوها؟ هل بناو المنازل بعدها طلعت فوق من الصخرة ولا هما جاو تحت الصخرة؟ شوف هذا اول منزل، شوف التلباس وين واصل حتى للاخر فوق. واي اوه حتى ليه. هاي شو بسموها المنازل؟ الله منيح. منازل الكهوف. منازل الكهوف كيف هاوس؟ كلها مبنيه عمادها من الصخر، تعتبر من واحده من اغرب مدن الاندلس لانه معجزه معماريه. كيفاش بنوها؟ هما جاوا تحت الصخرة ولا الصخرة جات فوقهم؟ لا هما تحت الصخرة. ايوه النهر هنا انت لما تشوفه بتشوفه النهر كتير رقيق، بس زمان كان نهر جاري ومتدفق وكبير بيمتد من قادس، بس طبعا مع التغير المناخي النهر نفسه عم بجف شيء فشيء. يعني تأثير المناخ وصل حتى المنازل الكهوف هذه، مش نورمال. شوف ساكن في دار وفوقك صخرة، يعني لو يوقع زلزال الصخرة تدخل فيك تولي ساندويتش. غريبة والله غير غريبة. شوفوا معايا صخور ومنزل، منزل وجبل وراها. شوف هذه، شوف هذه، شوف الحجرة منين خارجة. يا الله حتى الفوق جاي هذاك اللايق هابط. وهذا نهر جاري لكنه ماشي بزاف فيه الماء. قطط مياو مياو. الشارع اللي موجود هنا يمشي سياره واحده. شوف
هاي كاينه الزحمه دوكا، هذيك قاعده تفوت بالكلب تاعها ولا قط. قط يبان هذا ماشي كلب. ايوه شوف هاي حبست، علاه؟ لانه كاين واحد لهي راهو يرجع لورا، حاب يدور وما قدرش. هم قاعدين يرجعوا. دار زحمه كبيره. ها شوف من هذا كيفاش صاف سيارته. هذا قط ولا كلب اختي؟ ها مشاو مشيو معاه. والله جميله المدينه. واه راني في شارع روندا. هذا يدي منا ومن الجهه الاخرى يرجع. يا قهوه تحم تبان عندنا في الجزائر، ديروا فوسيفيسها. ندخلوا لها لداخل، شوف الديزاين تاعها، شوف التفاصيل. شوفوا معايا حبه الطماطم كيفاش كبيره عندهم، بزاف كبيره. حبه القرص تعجبت الديزاين تاعهم. سيتي اخينا قالك ما عندهم حاجه تقليديه؟ قال لي ما عندناش شروب ولا تاي ولا مش عارف. بعدها فهمت بلي عندهم حاجه جد تقليديه اللي هي الخمر. كانوا هنايا يخبيوه حتى يتخمر، لكن في فتره ما قبل اندلس. لذلك خذينا عصير وكملنا طريقنا. شوفوا معايا الباب تاع هذا المنزل، مكتوبه فيه الفوق ولا غالبا الا الله. هاي معاوده اكثر من مره. فيه مفتاح ايضا الفوق. شوف هنا كيفاش مكتوب، في هذا المحارب هنا، في هذا الحشيش تاع الزيتون. كما عاد عندهم هذا تاع الزيتون. شوف هنا عندهم تنين. ومن منين يطلع له عينه؟ نعطيها العلامه الكامله على النظافه. شوف كيفاش نظيفه، مصبوغه بالابيض كانهم صبغوها هذيك الصبغه تاع سمانه قبل العرس. كل شيء نظيف. شوف الباب كيفاش طلعوا الدرج هذو. كل ما صعدت كان المنظر اجمل. شوفوا معايا شكلها من الفوق كيفاش. ساحره مع الغروب، رغم انه الشمس ما تبانش بزاف بصح شوف تبداو يشعلوا الاضاءه مع الصخور. واو وهادئه، صوت العصافير فقط. شيء غريب انك تشوف مدن في قارات مختلفه بعيده مئات الكيلومترات على بعض لكنها تشابه في المظهر. وهنا تنتهي رحلتنا في هذه المدينه الغريبه الساحره. يا ترى اين ستكون وجهتنا القادمه؟ سافروا، هناك كثير في انتظاركم.